بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان فيديو: ثلاث ملاحظات لا تخطر على بال مربي الأرانب كمشروع. الملحوظة الثالثة هي عدم احتياط المربي في تربية أرانبه ومنذ البداية إلا على شخصه لوحده فقط منفردا، أو الاعتماد على عامل أو على مشرف للمزرعة. هناك الكثير من المربيين وراغبي عمل تربية وإنتاج الأرانب كمشروع يعتقدون أنهم يستطيعون العمل بمفردهم ولا يدركون أن المجهود الشخصي في هذا المجال منفردا يكون في حدود خدمة 60 أم وليس 100 أو 200 أم. لم يفكروا أو لم يكن لديهم بعد نظر أن الإنسان معرض لأي طارئ يمكن حدوثه له يمنعه أو يحول بينه وبين خدمة أرانبه. في يوم ما مررت شخصيا بنفس هذا الموقف في إحدى المزارع، لدرجة أنه أغمى علي داخل العنبر والذي كان يحوي أيضا ثعابين وفيرة، إلا أنه وبستر ربنا أن أصرت زوجتي على الذهاب معي في هذا اليوم عندما شاهدتني وصحتي منحرفة وأصر على الذهاب، فجاءت معي رغم أن المزرعة بعيدة عن سكني. ولما وصلنا المزرعة طلبت منها القيام بالعلف فقط، وأنا سأقوم بتزويد مياه جراكل الشرب للخطوط لأنها مرتفعة. وبعد انتهائي من تزويد آخر جركل أثناء توجهي لكرسي أضعه في مفترق الخطوط أستخدمه أثناء مروري لإثبات أي ملاحظات أو إجراءات متابعة، فقد لاحظت وضعها الشرب علي ولم أستطع تكملة كلامي لها لرفعه كي أجلس فقط، وإذا بي سقطت أمام الكرسي بالرغم من أني لم أكن معود أحد على الدخول للعنبر، إلا أنني عندما أفيق شعرت بماء يسكب على وجهي وبطن على الوجه والكفوف، ففوجئت وإذا بي أرى 10 وجوه فوق رأسي. لن أطيل في شرح الباقي، ولكن ما أريد توضيحه هنا في موقف كهذا أني لو كنت وحدي كالمعتاد، علما أني عند دخول المزرعة أغلق بابها الحديدي بحبل من الداخل، ماذا سيكون موقف إغمائي هذا وسقوطي؟ ولا أعلم ولا أحد يعلم بذلك شيئا. ليمر الوقت بي وسط ثعابين وفيران المزرعة. هذه صورة، ولكن هناك صور أخرى. ففي مزارع أخرى لي كانت القوة بها 200 أم و23 ذكر، لا ينفع تشغلها بمفردي، لذلك يساعد معي عامل على أن أسد أنا كإدارة وإشراف وتسويق. ماذا تكون النتيجة في حالة ترك العامل أو تغيبه عن المزرعة؟ أيضا مررت بهذه التجربة، رغم أن هناك مربيين آخرين يعتقدون في أن حجبهم فنون التربية وملاحظتهم عن العامل، معتقدين أن هذا سر المهنة، ولا يعلمون أنهم يوسعون بذلك دائرة الضرر لديهم، فإنه يختلف العامل المدرب عن العامل خالي المعرفة الذي قد ينتج أثناء عملية التنظيف لديه لأي ملاحظة فيبلغني بها فأقوم بعمل اللازم. لذا كنت أعرف العامل عن الجرب
علاجه للأرانب وعلاجه لشخصه لو شعر بأي عدوى، لأن تركه بدون معرفة فلو أصيب شخصيا فإن الحالة ستزيد بدون علاج، بل الأخطر من ذلك أنه سينقل العدوى لأسرته. ما أود إيضاحه أن يكون لدى المربي في رؤيته شخص آخر يثق فيه مثل والده، أخوه، ابنه، ابنته، ولا يبخل عليهم بالشرح حتى إذا ما تفاجأ بأمر يمنعه يستطيع الاعتماد على أي منهم ولو كحل سريع لحين تنظيم أمور. وهذا ينطبق أيضا على حالة تواجد مشرف أو عامل معه، فقد يتغيب أو يمتنع عن الاستمرار في العمل فيربكه. كل هذه الأمور لابد أن تكون في رؤية المربي وفكره. أيضا مررت أنا بها في إحدى مزارعي وحضرت مزارع أخرى تصفي لترك المشرف لها فجأة ولم يكن معه إلا عاملة لا تقرأ ولا تكتب. أخيرا، إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي وتحياتي.